بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحتفي هيئة خدام المهدي بمناسبة ذكرى ولادة السيدة الزهراء عليها السلام. هذه الولادة المباركة، ولادة أم أبيها، الذي سيكون غدا يوم هلاك الطاغية أبو بكر لعنة الله عليه. هذه الولادة المباركة، الولادة التي دائما ما كانت مواظبة عليها هذه الهيئة المباركة، هيئة خدام المهدي، وهذه الشعيرة المباركة. هنيئا لكم أنتم سادتي الأكارم، مقدمكم إلى أرض أمير المؤمنين، جئتم لكي تبايعون أمير المؤمنين. هنيئا لكم هذه الحضور وهذه الطلة. طبعا الفقرات كثيرة ومباركة من إنشاد وكلمات، جئنا لكي نبارك لأمير المؤمنين. إذن سادتي الأكارم، خير ما نبتدئ به حفلنا هذا الصلاة على محمد وآل محمد. أولى الفقرات ستكون آي من الذكر الحكيم، يتلوه على مسامعكم القارئ الشيخ علي العيساوي. نستقبله محفوفا مباركا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. نور على نور، هي صلاة على محمد وآل محمد. وعجل فرجه ولعن عدوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمرا من
كنا مرسلين. رحمة رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت لا ربكم ورب آبائكم الأولين. ربكم ورب آبائكم الأولين. ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. صدق الله الغلي العظيم. أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
أحسنت شيخ علي العيساوي هذه الأنفاس المباركة الطيبة. طبعا باسمكم نرحب أجمل ترحيب بمن التحق بهذه الأمسية المباركة، الشيخ عباس المؤمن وخادم الحسين الرادود حيدر البياتي، فأهلا وسهلا به. لا ننسى إلى خلف الكواليس وأيضا لقناة فدك المباركة التي عودتنا على نقل مصائب أهل البيت حزنا وفرحا، ولا سيما هيئة خدام المهدي، إليها وإليكم الصلاة على محمد وآل محمد. أحسنتم. السلام على من أفرحت ملائكة السماء، السلام على عطر أصحاب الكساء، السلام على من بشر والدها جبرائيل، وبشر الملائكة ميكائيل، وفرح بها إسرافيل، وأبغضت أصحاب الفيل، وأمطرتهم بكلمات من سجيل، حتى أصبحت للعرش خليل، وللحق وكيل، يميل لها الحق كيفما تميل، هي الزهراء في ولادتها رحمة وفي بغضها نقمة، هي الزهراء أم أبيها، السلام عليها وعلى أبيها، والسر المستودع فيها، خديجة الجابت جاب السفينة نوح، خديجة جابتك جاب السفينة نوح، والله بمولدك وزع كرامات، جبريل وبلال وصاحوا بصوت اللهم صل بهالصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. أحسنتم سادتي الأكارم. الآن الفقرة الأولى لصوت حسيني عذب استطاع أن يكون من الأصوات التي نفتخر بها في محافظة النجف الأشرف والعراق عامة، جاء لكي يكون خادما صغيرا أمامكم وأمام الزهراء، إنه الرادود الحبيب المبدع الأستاذ حيدر البياتي، نستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبا الزهراء أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل وليك فرجهم. نهنئ ونبارك لصاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف بولادة حجة الله عليه فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، ونسأل الله أن يديم على محبين فاطمة الزهراء وعلى شيعتها الأفراح والمسرات والضحكة والابتسامة، خصوصا محبين العراق، محبين علي بن أبي طالب في العراق وفي البلدان المظلومة المحتضمة الحقيقة. قبل لندعو ونقول إلهي أنزل الفرح والسرور على قلوبنا، ندعو ونقول إلهي أنزل الفرح والسرور على قلب مولانا صاحب العصر والزمان. يا الله أنزل الله الفرح والسرور على قلوبكم، وقضى حوائجكم وكشف همومكم، وفرج عن كروبكم بولادة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. سمعونا صلاة مع الناس فرحانين مبتهجين جايين حتى يباركون العلي بن أبي طالب بولادة فاطمة الزهراء بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. يا الله
يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله بالقرآن أنزله يا رسول الله حبكم فرض من الله بالقرآن أنزله كفاكم من عظيم الشان أنكم من لم يصلي عليكم من لم يصلي عليكم من لم يصلي عليكم لا من لم يصلي عليكم لا صلاة له يا أول فرح مر عنا بالمختار يا أول فرح مر عن نبي المختار بعد ما عيره ابترى بالعترة وبالكوثر إجاه بشر جبريل وطلقت رحمة الله وجابت الزهرة بالكوثر جاي يبشر جبريل إنا بالكوثر جاه بشر جبريل أو طلقت رحمة الله وجابت الزغرة مولاتي الجليلة شاعرك جبريل ما يقرأ الشعر لكن صعد يقرأ شنو قرأ جبريل قرأ سورة الكوثر والقدر والنور جمهور انبياء وحيدري حضره قالوا لمن رد قالهم جبريل الى رب الجلال وصاحب القدره صلوات بعد مو يكتب فاطمه الله لخادم الحسين لخادم الحسين كريم التميمي النجفي حتى ما أطيل عليكم ولا أطيل على سماحة الشيخ وخدمة الحسين وأنا جدا آسف تجرؤي الحقيقة يعني أي والله الله يحفظكم إن شاء الله يا أعظم مرسول وأطهر إنا أعطيناك صعبة يا الله كل شيء له البيت سهل إن شاء الله يا أعظم مرسول
طهار إنا أعطيناك الكوثر يا أعظم مرسول وأطهر إنا أعطيناك الكوثر فاطمة 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 الكوثر فاطمة 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 الكوثر يا أعظم مرسول وأطهار إلا أعطيناك الكوثر يا أعظم مرسول وأطهار إلا أعطيناك الكوثر قول يا أعظم يا أعظم مرسول إنا أعطيناك إلا أعطيناك الكوثر إلا أعطيناك الكوثر إلا أعطيناك الكوثر فاطمة 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 الكوثر فاطمة فاطمة قول فاطمة 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 الكوثر فاطمة لك فاطمة روح القدس وجيت ببشرى الله يقول اليوم شكبرى روح القدس وجيت ببشرى الله يقول اليوم شكبرى طه يقول لك رب القدرة طه يقول لك رب القدرة شنو إنا أعطيناك الزهرة إنا أعطيناك الزهرة وبشرك سبحان الصوار إنا أعطيناك الكوثر إلا أعطيناك الكوثر فاطمة 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 الكوثر فاطمة فاطمة شنو فاطمة؟ فاطمة الكوثر سمعني فاطمة فاطمة يلقى لك أبتر ما جاوبته يلقى لك أبتر ما جاوبته هو الأبتر لا مو أنت قبالك يا الفرحان بنته صوت الشانئ مثل السكتة صوت الشانئ مثل السكتة يلا إن الشانئ هو الأبتر إلا أعطيناك إلا الشانئ هو الأبتر إلا أعطيناك الكوثر شو تقول فاطمة فاطمة الكوثر فاطمة فاطمة لخادم الحسين وخادم الزهراء ميثاق الحمدان يا حبيبي فاطم حوراء وانسية ام اقدس واشرف ذرية فاطم حوراء وانسية ام اقدس واشرف ذرية من قد ما تملك حنية
من قد ما تملك حنية. شو بنتك هي وأمك هي، بنتك هي وأمك هي، بالرأفة وبالحب الأكبر إلا أعطيناك الكوثر، بالرأفة وبالحب الأكبر إلا أعطيناك الكوثر. شو تقول فاطمة؟ فاطمة الكوثر، فاطمة أقدر أشوف إيدك؟ أنت رافع لي وردة وأنت هم وردة محبين أمير المؤمنين، كلهم ورود إن شاء الله. يلا قول، ارفع لي إيدك وقول فاطمة، فاطمة الكوثر، فاطمة، هلا فاطمة، فاطمة الكوثر. دين الباري بحبها وشارعة، بيها الخالق سر مودعة، دين الباري بحبها وشارعة، بيها الخالق سر مودعة. لو ما صارت هاي البضعة، لو ما صارت هاي البضعة، شنو لا صارت عليا ولا وسعة، لا صارت عليا ولا وسعة، لا كوكب لا ماي ولا بار، لا كوكب لا ماي ولا بار، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. فاطمة، هلا هلا فاطمة، فاطمة الكوثر، فاطمة، 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 بالباري خصها، الباري خصها بهاي السورة، وجسد فاطم بحسن صورة، أنوار بيتك منشورة، والقرآن محلي الصورة، هي حلة في القرآن، والقرآن محلي الصورة، الباري خصها هاي السورة، جسد فاطم بحسن صورة، نوار بيتك منشورة، والقرآن محلي الصورة، منها كتاب الباري تشكر، إنا أعطيناك الكوثر، منها كتاب الباري شكر، إلا أعطيناك الكوثر. شو تقول فاطمة؟ فاطمة، إيدك وصوتك فاطمة، إيه فاطمة، شنو فاطمة؟ فاطمة الكوثر، إيه فاطمة الكوثر، فاطمة، فاطمة، قول فاطمة، فاطمة، فاطمة الكوثر، فاطمة. يلا وقال النبي قال حدرنا ولي من كنت مولاه، مولاه علي، من كنت مولاه، مولاه علي، ما اسمعك، من كنت مولاه، مولاه علي، في عالم الدار علي، في عالم الدار بايعت حيدار، في عالم الذر بايعت حيدار، بايعت والله منذ الأزل، أو لو حيدر لو بطل ديني، 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 يا بني لو حيدر، يا
قال الرسول وصفق راح ابن ود من عبر هل من مبارز صح عفا قال الرسول وصفق راح ابراح الشر على الاول قال له ما مرتاح ما مرتاح بعد لو حمص وكذا مخابط الظاهر المعده عنده جالس صاحي يا بشر على الاول قال له ما مرتاح الشر على الثاني قال له ماكو سلاح كان شلون طلع معك شدك جاي الحرب بدون سلاح الشر على الثاني قال له ماكو سلاح الشر على الثالث هبط ضغطه وطاح صلوات يا بشر على الثالث هبط ضغطه وطاح انا اقول سلسيفه انت تقول من هو علي طبعا جراد لها معرفه غير واحد سلسيفه او سلسيفه علي لا لا مو مو قبول هاي ما وصلت احنا علي ما وصل سلسيفه علي لا عليك علي ابن ابي طالب اريدك تقول هيك افتخار وحب وتقربي عمي كلمة علي كلمة علي عبادة سلسيفة سلسيفة أو سلسيفة علي نقابض الأرواح ها عمها ها عمها أو شهب حط في دراية شهب حط في دراية أعلى هلا شهب حط في دراية شهب حط في دراية يا بويا الطايح بشدة تريد واحد ينتخي يجي لك حتى لو كنت بالنار انت بيا على دخيلك علي ابن ابو موسى الرضا يقول اللي يزورني ازوره لو بجهنم هذا منو علي ابن موسى الرضا فما بالك بعلي ابن ابي طالب الافضل حتى لو كنت بالنار انت بيا على دخيلك يحط الغيم يم رجليك او يم حضرة علي يشيلك ها عمها او يم حضرة حيدر محلولة يم حضرة حيدر محلولة يم حضرة حيدر محلولة يم حضرة حيدر واللي ما يوالي حيدر خسران دنيا واخرة واللي ما يوالي حيدرة اللي ما يوالي حيدرة ايه ويا صلاتك يا نبينا حلوة هالليلة علينا يا صلاتك يا نبينا حلوة هالليلة علينا صلوات الله يديم عليكم إن شاء الله الأفراح والمسرات جزاكم الله خير الجزاء أرجو المعذرة على التقصير أحسنت ولا حيدر صوت يستحق الاحترام والتقدير أحسنتم أنتم خدمة الزهراء الذي بكم عطر الحسين سنت ولا حيدر طبعا اني باسم الهيئه مره ثانيه عندي قصيده ادزها للنواصب وبزودكم وبزود اهل كربلاء نعم لكم اروح اقراها يا الله اقراها لهم للنواصب اقول انا الشيعي هويتي بايعت كرار وانت شبايعت اهل السقيفة تتنخون بيمن حتى تفتخرون وقارن بينا وكلش طريفة اذا صحت باسمهم خرط منكم ثوب واذا صحنا على تطلع قذيفة
أنا شيعي والنعم لكم والنعم منك حبيبي. أنا شيعي هويتي بايعت كرار. أنت شيخنا شبايعوا أهل السقيفة عم تتخون بينا حتى تفتخرون. أقارن بينا عن كلش طريفة إذا صحت باسمهم رط منكم ثام. ولا صحن علي تطلع قذيفة أشم بكوخ حيدر عطر جنة وهيل ودار معاوية من عدها جيفة. أشم بكوخ حيدر كوخ حيدر عطر جنة وهيل ودار معاوية من عدها جيفة. عم تزور قبوركم بس الخفيفات واحنا تزوركم بس العفيفة. إذا سد حلوكم عاب السوالف هاي فضائياتكم صفا أو غيرها فضائياتكم قط مو نظيفة محظورة السوالف آخ لو مسموح وتراها أسراركم كلش مخيفة من أسرار هند وشلتها السفيان وبراهين سند لا مو ضعيفة أبوها الجان فاتح خبر نص الليل وهالنودة بتجو تفتح مضيفة. أحسنتم أحسنتم الصلاة على محمد وآل محمد. أحسنتم. إن شاء الله الحفل مستمر فقرات أجمل وأحلى حضوركم إن شاء الله. والآن الفقرة لكلمات وقبسات من نور الزهراء سنكون لإنصاتي لها من سماحة الشيخ الذي قال وبالصدفة تروى الروايات تكون أسرع للأذهان. قال أنا ذليل وحقير كلا فأنت عالي الشأن بحب الزهراء. هنيئا لك هذا التواضع شيخنا. والآن إلى خادم الزهراء الذي جاء خادم للزهراء وأمامكم الشيخ عباس المؤمن نستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم وغاصبي حقوقهم إلى يوم القيامة آمين رب العالمين. أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بذكرى ولادة سيدة الوجود سيدة النساء أم الأئمة فاطمة بنت محمد. قد وقت سائلاً من الله وإياكم أن نكون في الدنيا وفي الآخرة من عبيدها ومن أحسن 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 عبيدها إنه على كل شيء قدير. أتكلم في هذه المناسبة التي لا يستطيع أحد أن يحصاها ويقف عليها إلا من أذنت له صلوات الله عليها. أتكلم على عدة محاور وأحاول أن أكون خفيف عليكم إن شاء الله. المحور الأول محور وجود فاطمة صلوات الله عليها. في بيانات أهل البيت صلوات الله عليهم أن هذا الوجود وجد لأجل محبة فاطمة، مو لأجلها، لأجل محبتها. وأنتم من أهل الولاء إن شاء الله بدون ذكر الأسناد الغير معروفة بذكر
حديث الكساء المروي عن العامة وعن الخاصة وحتى عن النواصب، حديث الكساء يروح حتى النواصب. الله سبحانه وتعالى عندما قال يا سكان سماواتي وعزتي وجلالي وارتفاعي في مكاني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري ولا فلكا يدور إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ هنا أريدك تنتبه، الله سبحانه وتعالى ما قال هم هؤلاء فلان، قال هم أهل بيت النبوة، يعني مؤهلين للنبوة وتختم بهم النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الوحي ومهبط الملائكة في لفظ ما موجود في بعض الروايات وأشرف ما خلقت. هذا محذوف من حديث الكساء بظروف سياسية، الله أعلم من عدة ظروف سياسية، ولكن حتى في النسخ الحديثة عندنا في حديث أهل البيت ما موجود. وأشرف من خلقت هم فاطمة، الله سبحانه وتعالى قال علة الوجود هي فاطمة، وتعليل فاطمة وشرح معنى فاطمة هذا، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. هذا المحور اللي أقف عليه نصف دقيقة وهو وجود فاطمة. لولا وجود فاطمة ما وجدت الأشياء، لذلك نحن لا نجد مخلوقا يغضب له الله عز وجل إلا فاطمة. يغضب الله لغضبها ويرضى لرضاها ويسخط لسخطها ويفرح لفرحها. هاي الدائرة كانت محصورة على فاطمة. الحسين صلوات الله عليه وسع هذه الدائرة في كربلاء وقال يرضى الله لرضانا أهل البيت ويغضب لغضبنا أهل البيت. ما تجد مخلوق لا من الأنبياء ولا من الأولياء ولا حتى من الأئمة يغضب الله لغضبه إلا فاطمة، يرضى لرضاه إلا فاطمة. هسه الآن الله سبحانه وتعالى لعل هذا الإشكال يأتي، الله لا يتأثر كما يقول الفلاسفة، الله هو المؤثر، كيف يأتي غضب الله متأخرا عن غضب فاطمة؟ يعني أول ما تغضب فاطمة ثم يغضب الله، ترضى فاطمة ثم يرضى الله، تسر فاطمة حتى يسر الله. هذا كلام طويل ومو يعني مو محله، لكن الجواب اللي وضعوه الأئمة صلوات الله عليهم هي المشيئة، أن أهل البيت يغضبون عند غضب الله عز وجل ويرضون لرضاه. من هذا المحور الأول وجود فاطمة أنتقل للمحور الثاني التعامل مع فاطمة صلوات الله عليها. أيها الأخوة، لم نجد مخلوقا في التاريخ تعامل معه الأنبياء كفاطمة، يعني الأئمة مع ضابطة أنهم يتكلمون بما تقبل العقول، أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولها، ومع ذلك لم يرون الأئمة رواية واحدة خفيفة بفاطمة. كل ما تكلم عنه أهل البيت عن فاطمة مع التخفيف فهو عالي. لم تكتمل نبوة نبي إلا بمعرفة أمنا فاطمة، الصادقين والباقرين يقولان هذا الكلام. دارت القرون الأولى على معرفة أمنا فاطمة، الإمام الباقر صلوات الله عليه يقول هذا الكلام. أنا شجرة، أنا جاء الدرج لأنه الحديث الرابع الخامس أعلى شوية، أنا شجرة أصلها فاطمة، هذا رسول الله يقول، رسول الله ما إلى أصل، أصله فاطمة يقول أنا شجرة. تعرفون الشجرة أصلها أين؟ في عروقها. أنا شجرة أصلها فاطمة، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول. نحن حجج الله على الخلق، بعض الأئمة يقولون على البرايا،
وأمنا فاطمة حجة علينا. هذا قاله الإمام الصادق والإمام الباقر والإمام الكاظم والإمام الرضا والإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري، ويروى عن الإمام المهدي من آل محمد. هذا حديث حجة الحجج. أما وجود فاطمة والتعامل مع فاطمة فلا يقبل الله عملا مهما كان بلا ولاية فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. حتى أخرج من هذا المحور إلى المحور الذي بعده، أنقل لكم قضية تاريخية كل العالم سمعوا بها. أخواني، على إحصائيات شعائر الحسين وزيارة الحسين، الله أرسل 124,000 نبي. أي وين نجد هالإحصائية؟ في زيارة الحسين. الشيخ القمي رحمة الله عليه يروي هذه في زيارة أعمال النصف من شعبان، في رواية المصباح للمتهجد في النصف من شهر رمضان، في رواية بحار الأنوار في النصف من شهر رجب. في الروايات العامة لا، من زار الحسين في أي وقت في أي زمان، من أراد مصافحة أرواح 124,000 نبي بما فيهم، الرواية مروية عن الإمام زين العابدين، بما فيهم أولي العزم فليزر الحسين. هكذا هؤلاء 124,000 نبي اتبعوا أم لم يتبعوا، قتلوا أم لم يقاتلوا، صنعوا ما صنعوا، لم ينقل لنا تاريخ الله وهو القرآن ولا الروايات أن في عهد أحد بما فيهم رسول الله أن في أحد منهم ارتد الناس، لم ينقل التاريخ. عندما انتهكت حرمة باب فاطمة ماذا حدث؟ قال الإمام: ارتد الناس بعد رسول الله إلا 3 أو 4. هذا يراد له شرح، وقتها ماكو، ما ادري هم وقت ايش قد. اخواني، ارتد الناس يعني في هتك حرمة باب فاطمة سوف يتعذب حتى الكافر، حتى من لم يعرف فاطمة. النبي ما قال المؤمنون المسلمين، ارتد الناس. طيب كافر كيف ارتد؟ يعني لم يسمع بهتك حرمة فاطمة فهو مرتد. هذا التعامل مع فاطمة والتعامل مع باب فاطمة والتعامل مع التقديس لاسم فاطمة، الأئمة قاموا به، رسول الله قام به. فمن أراد حياة سعيدة في الدنيا وفي الآخرة فليعظم شأن فاطمة. هذا المحور الثاني. المحور الثالث، حتى من المحور الثاني أنتقل للمحور الثالث، وهي كيف يعظم شأن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. أخواني، لا يستطيع أحد أن يعرف فاطمة ما لم يعرف ما جرى عليها أبدا أبدا. من أحكي لك منا 10 سنوات، مو أنا، حتى لو يجي نبي ويتكلم بمعرفة فاطمة لا يستطيع أحد أن يفهم فاطمة أهل البيت بما لم يفهم ما لم يفهم ما جرى عليها. إذا كان 124,000 نبي لم يطاعوا برسالاتهم، نوح 2400 سنة، بعض الأنبياء عاشوا عشرات الآلاف، نبي الله إدريس 3,000 سنة عاش، طاعوا ما طاعوا ما ارتد الناس. ما قال القرآن ارتد الناس؟ القرآن قال في هتك باب فاطمة ارتداد، والروايات قالت. أين قال القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم: وما محمد إلا صلى الله عليه وآله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو سقيفة انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لم تروى حادثة ارتداد إلا مع فاطمة، ولم تروى حادثة كمال أنبياء إلا مع فاطمة. الأئمة ما قالوا دارت القرون الأولى على معرفة رسول الله. ليصير عندك اشتباه، هذا مو معناها أن فاطمة أفضل من أبيها، لا،
هذه خصوصية، والخصوصية تختلف عن الأفضلية، هذا مو محلها. رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يقول أنا شجرة أصلها فاطمة، هذا الكلام هم جدا واضح، لأنه واحد من أوجه كلمات حجة الله هو البيان، تعظيما لشأن فاطمة صلوات الله عليها. أعداء فاطمة الذين اشتركوا في قتل فاطمة آتيهم في المحور الرابع لعنهم الله ما دام الله موجود إلى أبد الآبدين. وهناك لعن حتى على من لم يرضى بلعنهم، وحتى على من لم يرضى بفعلهم ولم يرضى بلعنهم، سيتجينا بالمحور الرابع. لكن الله سبحانه وتعالى جعل على باب فاطمة أقرب الخلق إليه يستأذن، حتى روايات الأعداء يقف رسول الله الذي لا نعلم ولا يعلم الله أحد أفضل منه ولا أحد أقرب من رسول الله، يقف على باب فاطمة ويقول يا أهل الدار أتأذنون لمحمد أن يدخل على داركم؟ على لم رسول الله عنده ولاية. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين، الشيعة أمير المؤمنين هو، بالمؤمنين من أنفسهم. فتقول فاطمة يا رسول الله، يا أبا معاذ الله، أنت إمامنا، أنت نبينا، أنت أبونا. فيقول لها بني لقد أمرني الله أن أستأذن على بابكم. باب فاطمة أشرف الخلق ما يستطيع أن يخطو خطوة عليه. باب فاطمة صنع الارتداد، باب فاطمة هو الهداية والرضا إلى الله عز وجل، وباب فاطمة هو السخط وهو الغضب إلى أبد الآبدين. فالتعامل مع فاطمة لا يكون إلا بماذا؟ بمعرفة ما جرى عليها. وإن لم يكن يوما فرحا واحتفالا لقلت شيئا بما جرى عليها لم تسمعوه، ما سامعين به أبدا. حتى بعض الجهات الشيعية لعنة الله عليهم آلوا على أنفسهم أن يدفنوا فضائل فاطمة، وأنا أتكلم رجل دين وعمري أكثر من 50 عام، واللي يعرفني يعرفني في هذه الحوزة المباركة، مو من باب أريد أطعن، ولكن هناك جهات شيعية حوزوية في النجف في قوم في ما أدري وين آلت على نفسها أن تدفن ما يتعلق بفاطمة. لماذا؟ للدنيا. نعم للدنيا. لماذا؟ للدنيا. ما شفنا ضغوطات سياسية حتى مثلا نبرر لهم، أبدا أبدا أبدا. هناك جهات تريد أن تدفن ما، خصوصا مظلومية فاطمة. قلت لك والله وحق هذا اليوم، وهذا أمير المؤمنين إلى جانبي، لو لم يكن احتفالا لقلت لك كلمة إذا مت بعدها فأنت غير ملوم أبدا فيما جرى على فاطمة، حتى لا تظل بقلبك أسرح، أخففها وأضغطها وأختار فد كلمة من كلمات الأئمة يرضون بها. ها الإمام الباقر يقول، هاي خليها بقلبك دنيا وآخرة، إذا عصرتك الهموم تذكر هذه الكلمة، إذا أردت خيرا من الله تذكر هذه الكلمة، إذا أردت أن ماذا؟ أن يدفع عنك الله بلايا الدنيا والآخرة تذكر هذه الكلمة. قال الإمام الباقر لقد ماتت أمي فاطمة من الضرب. هاي خليها بقلبك، أنا ما أريد أقلب المجلس إلى عزاء. من الضرب الغيور، كلكم زلم، الغيور يعرف شنو معنى امرأة تضرب، هاي هي. انتقل الى المحور اللي بعده، هاي مني يصير عندك بلاء وعندك شغلة على اي واحد اقسم. نقطة ضعف الأئمة هي فاطمة، نقطة ضعف الله هي، العياذ بالله مو من باب الضعف يعني، لكن طريق ممنوع من الرد. قل إلهي بالمتحيرة بين الحائط والباب، سهاي أنا اختاريتها، أكو كلمة للأئمة، كلمة للأئمة جدا مؤلمة جدا مؤلمة. سلمان المحمدي رضوان الله عليه، أنا ما أدقر عزاء، ما أدقر عزاء، هسا هذا فد رزق تجيك دمعة بيوم المولد،
هذا فد شيء ثاني. سلمان المحمدي يقول: لم أنظر دمعة الذل على خد علي إلا بعد الباب أبدا. شايف علي يبكي، يبكي بصلاة، يبكي على يتيم، شايفه، بس علي ما شايفه منكسر وضعيف إلا بعد الباب. أقرب طريق لكي تتعرف على فاطمة وتتعرف على من ظلمك، أمير المؤمنين، خل أدخل بالمحور الرابع. أمير المؤمنين يقول: لولا عمر لعنة الله عليه ما زنى غيور أبدا. الآن شباب، أنت عندما تتحرك عندك الشهوة، أعرف أول من ظلمك هو عمر، أول من منع عنك النساء هو عمر. القرآن يقول: نساؤكم حرث لكم. أخواني، عندنا منظومة للدعاء من أهل البيت أكثر من 400,000 دعاء، منظومة كبيرة، لعلك لا تجد أحدا يدعو كما يدعون الأئمة صلوات الله عليهم. أخواني، بعض الأدعية أكثر من 1,000 سطر. تذكرون يا دعاء هذا بحدود 1,000 سطر، دعاء عرفة للحسين صلوات الله عليه بحدود 1,000 سطر. هذا هاي المنظومة 400,000 دعاء ما بها دعاء واحد اللهم زوجني أبدا. في ذيل دعاء الافتتاح: ومن الحور العين زوجني، بس يعني زواج أخروي. رسول الله صلى الله عليه وآله أبسط الزواج، حتى قالوا أصحابه، حتى أصحاب الملعونين قالوا: كنا ننكح على زمن رسول الله بماذا؟ بكف من التمر، 4-5 تمرات أعطيها تمرتين مهر لها، لأن أخواني هذا غذاء الرجل أو المرأة، إذا ما يأخذ حقه من الفراش يتحول إلى مجرم. الكبار يعرفون، احنا مرينا بهذا الدور، دور المراهقة. انت عندما يستحوذ عليك شهوة الفراش، اعلم ان عمر من ظلمك لعنة الله عليه. امير المؤمنين يقول: ما زنى، لولا ذلك الرجل ما زنى غيور ابدا. واحد عند غيرة بعد ابدا ما يزني، لماذا؟ لانه ابسط انواع الحقوق في الزواج في الاسلام هو الزواج وهو النكاح، أبسط الحقوق. هذا المحور الرابع، كيف تتعامل. المحور الثالث مع الرابع، كيف تتعامل مع فاطمة. يجب أن تعرف ماذا جرى على فاطمة وكيف تتعامل مع أعداء فاطمة. المحور الخامس، لعل السامع، سحنا مع الأسف صار عندنا فتشي على المنبر أن هذا يلعن عمر، يعني فد واحد شجاع على أساس والله الشيخ عباس المؤمن والله يلعن هذا مو شجاع. لا، أولا اللعن دين، قد قبل أن يكون شريعة أو يكون مذهب أو يكون تابع لأحد أو يكون واحد مسوي. البعض يتصور أنه هذا اللعن على أعداء فاطمة أسسوه بعض الهيئات أو سووه بعض العلماء أو وضعوه الأئمة أو وضعه رسول الله أو وضعه القرآن. لا، الله وضعه. هناك أكثر من 6 موارد في القرآن للعن بصريح كلمة اللعن. هذا الكلام أخواني، هذا الكلام عليه إشكال، هذا عليه إشكال. شنو هو الإشكال؟ الإشكال يقول أن لعن رموز المسلمين قد يسبب ماذا؟ شرخا في المسلمين، اللي المسلمين مشروخين صار لهم 1,000 سنة، ما أدري يا يوم توحدوا المسلمين. أنا لم أرى في التاريخ مرت، وهاي اسمعها من عدي وروح أقرأ التاريخ، إذا تلقى بالتاريخ مرت سنة واحدة لم يتقاتلوا السنة والشيعة شريط الطيك، سنة واحدة من سنة 11 للهجرة، وإحنا الآن 1441، يعني صار شقد بالضبط؟ 1440 أو 1400، مو 1400. إذا وجدت سنة واحدة، خصوصا في العراق، إذا وجدت سنة واحدة السنة ما قاتلين واحد من الشيعة، شتريد أطيك؟
هذا الإشكال يقول يابا أنتم من تلعنون دول راح يقتلونا يذبحونا لعله أكو فد شيعي قريب عليهم. طيب الحسين كان يلعن اللي قتلوه، طبعا الحسين يلعن لكن بكربلاء، يعني الآن لو نبطل اللعن وما حد يلعن وما حد يجيب طاري عمر لعنة الله أبدا أبدا أبدا، ينتهي داعش؟ ينتهي القتل؟ اللي يقول إيه هذا مجنون، ما يعرف السنة شنو، ما يعرفهم يعني، ما يعرف الوهابية شنو. اللي يقول إيه هذا مجنون. الآن أنت اذهب في أي مكان من أماكن السنة حتى على مستوى عائلة أربعة أنفار، وسل أصغرهم، أصغر واحد بيهم أسئلة، قل له شنو رأيك بالشيعة، رأس الراح يقول لك يلعنون الصحابة. تلعن ولا ما تلعن أنت؟ روحوا سألوا، شوفوا إذا عندكم أصدقاء رأسا يقول لك تلعنون الصحابة. فهذا الإشكال مدفوع، أنت لعنت ما لعنت لا هم يبطلون ذبح من عندك. الذين لم يتورعوا في قتل محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته، ما أريد أرجع المجلس إلى الدمعة، لم يتورعوا في قتل طفل رضيع. عبد الله الرضيع كان يلعن عمر، السيدة رقية كانت تلعن عمر حتى سبوها. هذا من الخطأ، خاف أقول من الجهة الخاف ينغثون بعض الأخوة، هذا من الخطأ العقائدي اللي إذا ما تعرف مصيبة فاطمة ومن الذي قتل فاطمة ولماذا المسلمين في أزمة دائما ولماذا دماؤهم رخيصة دائما، سوف تأخذك الفتن وتذهب إلى الله بقضية أنت لا تعرفها. أخواني الإمام الباقر يقول صلوات الله عليه، الرواية في البحار، في الخصائص الحسينية، في الكافي، في كتب المقاتل، الإمام محمد الباقر الذي حضر كربلاء وعمره 4 سنوات و8 أشهر يقول من لم يعرف سوء ما جرى علينا، مو ما جرى علينا لا، يعني أنت تدري الحسين عطشان هذا ما يكفي، يكون تدري ليش عطشان وشلون عطشان ومنو خلاه عطشان. لو من لم يعرف سوء ما جرى علينا فقد ارتكب ممن ركبوا علينا. الإمام الباقر طائفي أو لندني، من أهل لندن هو الإمام الباقر، من ربع ياسر الحبيبي مو هذا الإمام الباقر. الإمام الباقر يقول، والرواية مو مذبوبة في الكتاب، منتشرة الرواية، منتشرة منتشرة كثيرا في، أنا أعطيتك 4-5 مصادر. من لم يعرف سوء ما جرى علينا، هذا صدر الرواية نص، ذيل الرواية مضمونة، سامو ببالي مضمونة، كمن ارتكب علينا، يعني مثل الذي لازم تعرف مو كيف قتلت فاطمة، بأي طريقة قتلت فاطمة. النبي صلى الله عليه وآله يأتي على فاطمة في يوم زواجها من علي، انتبه لي، أكو عادة عند العرب أم العروس تطبخ الطعام، تصنع الطعام وتدز إلى ماذا؟ إلى ابنتها، أم العروس ابنتها وزوجها. فاطمة عندما تزوجت أمها خديجة ميتة ما موجودة، من الذي صنع طعاما لها؟ رسول الله بعظمته. أخواني رسول الله عنده 9 نساء ومربي أكثر من 40 بنت ومربي أكثر من 76 أو 75 ولد، عنده جيش جرار. في يوم رسول الله، الرواية تقول عندما مات كل أهل المدينة يقول مات أبي مات راحمنا، هذول كلهم عنده بنات بالرباية وعنده نساء وعنده خوات بالرضاعة كحليمة وغيرها، أمه ما قال للواحد اصنعوا طعاما، صنع الطعام، قام يقلي بعد شلون اشرح لك، ويحمس بيده، وجاء بالطعام الى دار علي وطرق الباب، قال علي من الطارق؟ قال انا رسول الله صلى الله عليه واله. فاستحت فاطمه فانسلت الى مخدعها، الان يسمونها غرفه النوم، عروس. فدخل رسول الله وهو يقول، ايش وقت مفارقه رسول الله؟ رسول الله، رسول الله ما يحتاج واحد، حبيبه منه، حبيبه الله، الله موجود في كل مكان، يعني السلوى عنده. رسول الله ما يمثل اخواني، هاي مو حسبالك حركه ابويه عاطفيه مثل هذا اللي يعتبر رسول الله حاله حال الناس،
اللي يعتبر رسول الله حال حال الناس يعتبر عمر هم حال حال الناس، هو لا عمر حال حال الناس ولا رسول الله حال حال الناس. هذا يمثل الله وهذا يمثل الشيطان. قال يا علي اشتقت إلى فاطمة فقد فارقتها من المساء 14 ساعات. فقال يا رسول الله إنها سمعت صوتك واستحت ودخلت إلى مخدعها، دعني أندها أناديها لك. قالها فاطمة أبوك قاعد. فخرجت فاطمة وكان عليها ثوب طويل. ما أرد أقرأ مصيبة، بس هي منين ما تلزم فاطمة بها مصايب، منين ما تجي الفاطمة بها مصايب. نحن كنا في دولة من الدول أيام المواليد، أنا مرجع من المراجع ما أدجي، بس ما رحمه الله في أيام المواليد دز عليه قال لي شيخ عباس اقرأ لي تعزية. منو من أهل البيت صار بفرح؟ منو يعني مولد الإمام زين العابدين مثلا، مولد الإمام زين العابدين، إمامة الإمام زين العابدين ابتدأت في يوم العاشر، أبوه بلا رأس، ولادة فاطمة صلوات الله عليها. أنت بس تسمع اسم فاطمة إذا ما تعلق بذهنك مسمار أو باب أو صوت راجع عقيدتك. كن من تسمع فاطمة الإمام الصادق الإمام الكاظم يجي على واحد من شيعته في الكوفة عند وليد، الوليد باللغة يطلق على الذكر والأنثى، قال بلغ طرق الباب عليه عند الفجر في نصف الليل عند الفجر، قال سيدي يا ابن رسول الله ما الذي أزعجك؟ قال بلغني، هذا علم الله، بلغني أن الله رزقك بمولود وأسميتها فاطمة، جئت أسلم عليها إكراما لإسم أمي فاطمة. أخواني هذا مو تمثيل، إمام معصوم هسه ما أدري كان بالسجن كان في بغداد، مو تمثيل، هذا هذا حقيقة. لا إما شغلهم شنو؟ البيان، البيان. السلام عليكم يا بيان حكم الله، سلم عليه. شوف الأئمة شو يسوون، طلع قال فلان إن أسميتها فاطمة فلا تلطمها، شوف الشعائر الفاطمية، إن أسميتها فاطمة فلا تضربها، إن أسميتها فاطمة فلا تشتمها. الظاهر فاطمة حتى شتموها والعياذ بالله. خرجت فاطمة وعليها ثوب طويل فعثرت من نور رسول الله. تدري ماذا قال صنع رسول الله؟ قام مهرولا، هو النبي يقول المشي السريع مكروه، لكن هاي فاطمة قام مهرولا وهو يقول فداك أبوك. مو علي ولا أئمة ولا سماوات ولا أراضين، فداك أبوك، فداك أبوك، فداك أبوك. وقبل يدها وقبلها في نحرها. التعامل بما يتعلق بأبناء فاطمة، سيدي سوياك مشكلة عذر الخاطر فاطمة، وشوف فاطمة ايش تطيك في الدنيا، ها واحد من خدام الحسين عذر الخاطر فاطمة، إذا واحد قال لك أقسم عليك بفاطمة هو ما يعرف شنو معنى فاطمة، لكن أنت هاي الكلمة خليها تأثر بيك. هذا المحور الخامس، المحور السادس والأخير حتى لا أطيل عليكم. في مثل هذا اليوم يعني يوم 20 من جمادى الآخرة ولادة سيدة النساء، يوم 21 من جمادى الآخرة في غير سنة، هلاك عبد الشيطان ومالك النيران وقاتل الأئمة أبو بكر عتيق لعنة الله عليه، لعنة الله عليه. هسه والله ما أدري يعني شنو أقول على هذا الملعون، إن هذا بعد مو رجل. قبل قليل عدنا بعض الشيعة، أو قبل قليل الفقر القبلي، بعض الشعراء بعض الناس، وأنا أعذرهم، أن يساوي فاطمة مثلا، يقول فاطمة من الله خلقها، خلق سفينة نوح، ما يقارن شيء بفاطمة. أخواني نحر الحسين يجري مثل المطار، ما يقارن شيء بنحر الحسين. أخواني الألفاظ تعجز، وإن كان الشعراء أصحاب شعور فأصحاب تشبيه يعني الذي وصل، لكن هاي حقيقة؟ لا مو حقيقة، أبدا مو حقيقة. لا يوصفون أهل البيت بوصف حميد حسن، ولا يوصف أعداءهم بوصف سيء. مع الأسف بعض الشيعة من يروح إلى التوالية يقول أنا رايح لعمر، هاي التوالية تشتكي عليك يوم القيامة، ما تقبل تقاس بهذا الملعون أبدا.
خو بعضهم اللي مع الأسف يظلم يصير ظالم، يقارن قاتل فاطمة بالكلب، والله الكلب بريء، والله الكلب يخاصمك يوم القيامة، والله الكلب الأجرب العقور يخاصمك يوم القيامة ويقتص منك ويقول إلهي لا تقارن، لقد قارنني هذا عبدك بماذا؟ بكبير المجرمين والملعونين. لا والله، لا والله. طيب سأني الشرط وياك شرط حتى أختم، انتهى وقتي ها؟ اي انتهى يا خطيبهم، كون أديب. الله يعطيكم العافية، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. عجل فرجهم. أنا أشارط وياك شرط، وجرب أنت لحياتك، خل أعطيك هدية. ماكو واحد الآن قاعد بهاي القاعة يمكن ما عنده حاجة، ما عنده حاجة، وماكو، لأن إذا صار ما عنده حاجة يصير أكو خلل بإيمانه باعتبار المؤمن مبتلى. أنت الآن وأنا الآن على هذه المنصة المباركة، اعقد النية في قلبك، هاي الحاجة تريدها مهما تكون، مهما تكون، لا تكلف إمام ولا تكلف نبي ولا تكلف وصي ولا تكلف أحد ولا تكلف فاطمة، قل له إلهي إن كان لعن أعداء فاطمة يرضيك أقضي حاجتي، إذا ما قضت حاجتك لا تلعن. وأنا العني جرب تجربة، كلكم عندهم حوائج، كلكم عندكم حوائج. قل له إلهي ما أدري أنا هذا أبو عمامة جايبينه من كربلاء قشمر علي، قل لي هتشي، هذا يرضيك يا رب؟ لأن احنا نريد نصل إلى مرضاتك، إذا كان هذا يرضيك أقضي حاجتي. أنا الآن جاي أحلفك بشيء لا أعلم هل يرضيك أم لا يرضيك. أنا ما جاي أقول لك قل الله بين لي علامة دزلي. لا 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 أبدا أبدا، هذا أخليك على المحك، لأن هو لو دين لو طين، لو عقيدة هي لو انتهت. قل له إلهي أنا الآن تريد تنظر هسه، هذا واحد، أنا الآن اعتاد الشيعة على قضاء حوائجهم بالبراءة من أعداء الأئمة، مع الأسف شيعة العراق اتصاروا، شيعة العراق مع الأسف اعتاد الشيعة، أبو حنيفة لعنة الله عليه يروح للمدينة يشتكي من شيعة العراق، يقول للإمام الصادق يا ابن رسول الله إن أتباعك في الكوفة ينالون من الشيخين، منعهم. قال لا أستطيع أن منعهم، ورا ما طلع أصحابك قالوا له يا ابن رسول الله أهل العراق هو يطيعوك، قال أنا لا أريد أن أمنعهم، هو أنا ما أريد، أنا أريدهم، أنا ما أريدهم، إنهم يعملون على رحمة قلوبنا، هذا أنا أرتاح. بس إذن الروايات ما تصدق بيهن، أنت تقول ذولا جابوا لهم عقيدة جديدة، كيفك أنت بكيفك، لكن حتى يذهب الشك من عندك، الشيطان بعد ما يصل لهذا مكان اللعن في قلبك، أنت الآن عقد النية، قل له إلهي هذا يرضيك أعطيني حاجتي، بين لي حاجتي إذا قضت حتى أنا بعدين كذا، وإذا هذا ما يرضيك شو تريد تقول علي؟ مبر الذمة أنت والديك. أقول قولي هذا وأسأل الله لي ولكم حب فاطمة، إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وأمها وبنيها والسر المستودع فيها والمعصومين من ذريتها وبنيها، أخواني دائما أخذ الحاجات الكبرى، ارضي عنا فاطمة يا الله، إذا رضت عنك فاطمة يرضى عنك أولادها، يرضى عنك ابنها المهدي سلام الله عليه. إلهي اجعلني ممن يقيمون شعائر فاطمة، إلهي اجعلني ممن يبكي على مصاب فاطمة، إلهي اجعلني ممن يتبرأ من أعداء فاطمة. أخواني الولاية والبراءة شرط أصلي، الله في أعظم جملة قدم البراءة على الولاية، الله ماذا قال للنبي؟ أشهد أن لا إله، شوف البراءة صارت لي قدام إلا الله، البراءة أولا ثم الولاية، لأن البراءة هي التي تضبط الولاية. إلهي اجعلنا ممن يتبرأ من أعداء فاطمة ويتولى فاطمة
بمحبة محمد وآل محمد. وعذرا لكم، والعذر عند كرام الناس مقبول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن سماحة الشيخ عباس المؤمن لهذه الكلمات والقبسات الزهراء. نؤيد الشيخ ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. عدي هوستين سيد فراس من رخصتك، عدي هوستين، والهوستين أريدكم وياي تعينوني. شو تقولون؟ ها أخوتي ها فيها، والنعم لكم هاي كربلائية والنعم. ها أخوتي ها أخوتي ها أريد أقسم بحمزة وحطة الريشة، وبدونك علي ما تنحسب عيشة. أريد أقسم سيدنا، أريد أقسم بحمزة وحطة الريشة، وبدونك علي ما تنحسب عيشة. أريد ألعن عمر عثمان وهي، أريد ألعن عمر عثمان وهي عيشة. أخوتها والأول يسحل وياها، والأول يسحل وياها، أول يسحل ها أخوتي ها أخوتي ها في بعد 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 أقوى بعد أقوى. ها أخوتي ها أخوتي ها أنا شيعي، أنا شيعي ورافض وعلى الكفر هم قادر. شوف هاي الهوسة المنهدية، صوت نريد نعيده منا من النجف. اسمع المن هاي الهوسة سيدنا، خلي بالك المن. أنا شيعي ورافضي وعلى الكفر هم قادر، يسمعون الخوارج أبد ما حاضر. صول فوت بيها شيخ لنياسي، صول فوت بيها شيخ ياسر، وبضحى العيش الحيالة، وبضحى بضحى وبضحى وبضحى العيش الحيالة. اللهم انع القتلة الزهراء ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. خادم 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 من النجف اندسها. انا شيعي ورافض وعلى الكفر هم قادر، يسمعون الخوارج عبد ما حاضر. صول بيها فوت بيها شيخنا، الله يفضحهم إن شاء الله يوم القيامة. صل على محمد وآل محمد. طبعا فرجهم. أتمنى الحفل يطول بعد، ولكن سياق الوقت وقانون الحب حب الحسين إن شاء الله. ولكن قبل أن أختم، سيكون مسك الختام صوت حسيني. أي والله، رحم الله والديكم. والآن فقرة مع صوت حسيني، طالما سمعناه صوتا شجاعا يحمل معه في طياته العديد من الرسائل الرافضية، صوت كربلائي معطر بحب الحسين من ذرية الزهراء، جاء لكي يحيي حفل الزهراء، خادم الحسين السيد أحمد الموسوي الكربلائي ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
لقضاء الحوائج وشفاء المرضى. الثانية بأعلى أصواتكم. لتعجيل في فرج صاحب العصر والزمان وقبول الأعمال. الثالثة بأعلى أعلى أصواتكم. أسعد الله أيامكم، مقضي حوائجكم، مشافى جميع المرضى بحق الزهراء وميلاد الزهراء. نسأل من الله أن لا يحرمنا شفاعة الزهراء لا بالدنيا ولا بالآخرة إن شاء الله. وإخوان الحاضرين، من كان له حاجة، مريض، طلب، إن شاء الله ما يطلع منا إلا ما أخذ بيده. خلي النية معقودة اليوم باسم الزهراء يا الله، وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. إيش قد ما تحب الزهراء بأعلى أعلى أصواتكم. أنا يمكن ما أشوف مرات، سامحوني، بس يمكن بالأخير ما شوية الصلاة ما أدري شلون أسرد في الصلوات. حسينية، عباسية، زينبية، علوية، فاطمية، رضوية، للبقيع نهديها بأعلى أعلى أعلى الأصوات. وعجل فرجهم والعن أعداءهم، مو بس واحد، أعداءهم صاروا هواي، وإن شاء الله الأنصار هواي، والموالين إن شاء الله هواي، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. دوم 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 فاطمة أعمالي، دوم فاطمة أعمالي، بديها وقل عيون دمعاتك الأخير وياي. أنا دوم فاطمة أعمالي، بديها وقل عيون دمعاتك، بديها عم الزهرة سلمت أمري، أمري الزهرة سلمت أمري، بديها بديها أنا وما أملك بكيف الزكية. صلوات بأعلى الأصوات. ولا أعمال ولا عبية أبد لا تظن، ولا أعمال ولا أشتغل عد واحد ويايت لو لا، ولا أعمال صلاة وصوم وذكاري، ولا أعمال ولا أعمال ولا أعمال ما تمشي بغير توقيع الزكية. عمي قبول أعمالي بيدك منع بيدك، وحسبيني يا زهرة مين قبول. أعمالي بيدك منع بيدك، وحسبيني يا زهر مين عبيدك. إذا بالحشر صاح ومين، إذا بالحشر صاح ومن عبيدك. إيدك ارفعها وياي. من عبيدك أصيح انحيل، أنا عبد.
الزكية صلوات على عبده قلبي دروب خدمتكم قلبي دروب خدمتكم عبده وظنتالي للخدمة عبدي أتمنى الزهرة تقبلني عبدها ويصير اسمي عبيد عند الزكية وين الصلوات هم نقرأ بعد موالات لو نبدأ قصيدة شنو قصيدة يا فاطمة إذا رسول الله يوقف على باب الزهراء ويطرق باب الزهراء ويقول السلام عليكم يا أهل بيت النبوة تقول لأبويا البيت بيتك والبنية بيتك شو أنت وقف وانت رسول الله اطرق باب الزهراء هاي الليلة بقضاء الحوائج وشفاء المرضى إن شاء الله وقبول الأعمال ببركة الصلاة على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات يا فاطمة يا فاطمة فاز من والاك خاب من فاز من والاك عيني خاب من عاداك يا فاطمة يا فاطمة وكل شطر صيح يا فاطمة وتلزمك إن شاء الله فاطمة ونسوي فريق إن شاء الله يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة إيه يا فاطمة فاز من والاك خاب من عاداك فاز من هلا خاب من عا منو يا فاطمة يا فاطمة وين يدك يا فاطمة يا فاطمة فاز من والاك خاب من فاز من يلا ابو خاب من منو عمي يا فاطمة يا فاطمة ننثر ورود المحبة مولدك مولاتي جينا يا فاطمة لقنا شمعة المودة وصحنا صلوا على نبينا إيه لقنا شمعة المودة وصحنا صلوا على نبينا يا فاطمة انتو مشكاة الجلال ونورك يضوي علينا يا فاطمة انتو حبل الله ورحمته وعلى منهجكم سرينا اي بويا اي انتو حمل الله ورحمته وعلى منهجكم سرينا فاطمة ربنا علاك فاطم سماك ربنا هلا فاطم الاخير بويا ربنا علاك فاطم سماك يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة صيح بويا فاز من وا إيه خاب من عاداك فاز من عمي يا فاطمة يا فهلا شيء احنا وما نغالب حبكم وانتو الوسيلة هلا شيء احنا وما نغالب حبكم وانتو الوسيلة هلا ابويا اش ما خدمنا يل شفيعا حس بيها اش قد قليلة يا فاطمة جدد الفرحة اعتني انا ودمع فرحتنا نسيلة والله يعجز بمدحك لساني يا فخر حامد خيلة والله خادم أنعاك طالب مرضاك خادم أنعاك طالب يلا ابو يحكي يا فاطمة يا فاطمة
عمي يا ليش باو علي وما جاوب يا فا هلا ابويا فاز من وا هلا خاب من هلا يا فاطمة يا فا ابوي اسمع امنية هالليلة عندي روحي تتمنى حمامة هلا هلا من ورا الصحن ابو اليمة معطر بعطر الامامة هلا ابوي عالغري تنثر وردها تهني وتوصل سلامة هلا وتلعن الطاغ وزمرته وبانت الليل العلامة هلا تلعن الطاغ وزمرته وبانت الليل العلامة هلا خالقي أرضاك عاد من آلاك خالقي أرضاك عاد من آلاك يا فاطمة يا فا الأيادي الأيادي يا فا ليش بارد ما ادري يا فاطمة هاي كله تريدون اقراهين هذا من وهلاكي خاب وحدة اثنين ثلاثة اربعة ليش تسكتوا هذا من وهلاكي خاب من عاداكي يا فا هلا هلا يا هلا يا فاطمة طرت بشواق الإمامة وللمدينة الروح زارت يا فاطمة هلا هلا طرت بشواق الإمامة وللمدينة الروح زارت هلا وينظر يحن بالهادي طافت وبيه استنارت يا فاطمة هلا ابويا عالبقيع انثر الدمع وعالوضع دمعات سالت شف ظالمكم ضهايا وشمعتي فرحتها ذابت يا فاطمة جنة مثواك رضى الله مرضاك جنة مثواك رضى الله مرضاك يا فاطمة يا أخير جواب يا فاز عمي فاز من ولاك خاب من هلا هلا فاز من من عمي يا فاطمة يا فا احشبويا يا فاطمة يا فا هلا ابويا للدعاء رفعت ايد وقابلت قبة الهادي هلا ابويا للدعاء رفعت ايد وقابلت قبة الهادي هلا بجاهم يا رب عندك حقق الليل مرادي يزيل هالغمة إلهي واحفظ بعينك بلادي يمتنت عنا القبر هي يمتنت عنا القبر هي بالفرج عمي الهج ونادي قلبنا ناداك ايدك قلبنا ناداك تعطي من اعطاك قلبنا يلا تعطي من اعطاك يا فاطمة عبيت يا فاطمة فاز 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 من إلك إلك فاز ارفع هلا صيح بعد فاز من ولاك خاب من عاداك فاز من فاز من ولاك خاب من عاداك أم أبيها فاطمة صلوا عليها أم أبيها صلوا عليها بالمولد تهنينا يا فاطمة يا فاطمة بالمولد تهنينا هلا هلا ونبارك الهادينا
هلا وحيدر علي والينا شويه منا شويه وحيدر علي والينا ايدك ايدك وحيدر علي والينا يا فاطمه الاخير الاخير حيدر علي والينا يا فاطمه هلا ونبارك المهديها صلوا عليها صلوا عليها منو صلوا عليها فاطمة صلوا عليها هلا صلوا عليها نور النبي وأسراره يا فاطمة يا فاطمة نور النبي وأسراره هلا هلا بالزهرة شع أنواره ايدك ايدك من الجنان ثماره احكي عمي من الجنان ثماره هلا هلا من عرج جنباريها صلوا عليها صلوا عليها هلا صلوا عليها اي صلوا عليها صلوا عليها صلوا على وينك الاخير وينك وينك صلوا عليها هلا صلوا عليها هلا ام الايمه الزهره يا فاطمه يا فاطم ام الايمه الزهره هلا هلا بيوم القيامه الحره هلا هلا للمحب هي تعبره ها للمحب هي تعبره هلا هلا والكوثر بايديها صلوا عليها صلوا عليها ها 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 صلوا عليها فاطمة صلوا عليها صلوا عليها صلوا عليها صلوا عليها صلوا عليها صلوا عليها هاليوم هاليوم نهن حيدرة هاليوم إلك إلك التحكي صير رادود هاليوم هاليوم نهني اليوم هاليوم نهني اليوم هاليوم اليوم ها 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 شو تقدير اليوم هاليوم تعبت ايه اليوم هاليوم نهني حيدرة ايه اليوم هاليوم نهني هاليوم هاليوم يا بضعت يا بضعت الهاد وروح بالجنبين ما سع ما ساعدت اخوي الشاعر ابو كرار بالهوسات خلي اشوفكم هسه خلي اشوفكم بالهوسات شلون خصيه الاخير الاخير خلي بالكم شويه ويانا جزاكم الله خير الجزاء يا بضعت الهاد وروح بالجنبين يا كفوه علو يم الحسن اويلي اويلي شد نايمين يا كفوه علو يم الحسن يم الحسن يا حج على الحجج يا عله التكوين يا حج على الحجج يا عله التكوين عنها قوتها اين وين نورك يا الزهره ضوينا نورك يا الزهره هلا ضوينا نورك يا الزهره ضوينا نورج ضوينا نورج يا الزهرة ضوينا نورج هلا ضوينا بهالأفراح ضشينا الورد والياس عنو تريد مراد منك اجت هايل الناس 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 نحلفك بالرضيع وبالقمار تقضيها حاجات الشيعة هلا هلا تقضيها حاجات الشيعة تقضيها وينك وينك تقضيها حاجات الشيعة هلا هلا تقضيها هذا اليوم اليوم يوم اليوم ولادة الزهراء وباكر أول لعن الله أول ظالم ظلم حق محمد وآلي اسمع عمي من هو اللي ظلم محمد وآل محمد اسمع عمي اسمع اسمع اسمع
ولادة فاطمة بهاليوم زيد الفرح يا شيعة بنفس اليوم يا عالم هلاك الباق هالبيعة أبو بكر اللعين الخان حيدر علي أو تشريعه يا ظالم بضعت هادينا يا ظالم مو لولا هلا يا ظالم بضعت هادينا يا ظالم هلا هلا يا ظالم بضعت هادينا يا ظالم هلا هلا يا ظالم بضعت هادينا يا ظالم هلا هلا يا ظالم لا تتبع لا 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 تتبع عمر لا ابو بكر لا عثمان لا تتبع عمر لا ابو بكر لا عثمان ترى ذولة وصفوا للحقد عنوان هم العسسوا للخسة والعدوان الوالاهم يسامع والنبي خسران ويحشرون بجهنم ذيك والنيران ها اخوتها ما اسمع ها اخوتها ها اخوتها ها اخوتها عمي لا تتبع من خان الهادي لا تتبع من يلا لا تتبع من خان الهادي لا تتبع هلا هلا لا تتبع من خان الهادي ليش ما تحكي عمي هلا هلا لا تتبع من لا عيش لا لا عيش لتفيدك والله لا حصه بالنار انحجز لك مقعد وحصه وابو سفيان بيك هناك يتوصي وابو سفيان بيك هناك يتوصي عم شي خلصك من نار البار شي خلصك يلا شي خلصك من نار البار شي خلصك هلا هلا شي خلصك من نار البار شي خلصك خلي إني أخبرك يلي بتعاني علي الكرار الأول رغم كل حاقد ما يفيدك عمر رب العريش شاهد بالنار يحشرك بارينا بالنار يحشرك هلا بالنار يحشرك بارينا بالنار صفقة صفقة هلا بالنار يحشرك بارينا بالنار يحشرك بالنار يحشرك صفقة صفقة بالنار يحشرك هلا بالنار يحشرك بارينا بالنار يحشرك بالنار يحشرك ايدك ايدك بالنار يحشرك بالنار يحشرك بارينا بالنار يحشرك هلا ملعون ملعون على مرشب ملعون ملعون الذي شب الحطب على باب فاطمة إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها أكو ناس مو أنا ما أدري ليش بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد يا الله تقبل منا هذا القليل القليل هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسنتم والآن لابد لي وباسم هيئة خدام المهدي أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى أول من بدأ بآي من الذكر الحكيم القارئ علي العيساوي مروراً بالصوت الشجي الحسيني الرادود حيدر البياتي ومروراً بقبسات الزهراء والحديث المبارك سماحة الشيخ عباس المؤمن وختاماً بالصوت الحسيني المبارك سيد أحمد الموسوي الكربلائي باسم هيئة خدام المهدي نشكر جميع الحضور لا نقول شكر بل نقول لكم هنيئاً حضوركم وبيعتكم لأمير المؤمنين
شكر وموصول لكادر النقل الجند المجهول وفقهم الله. محدثكم خادمكم الشاعر حيدر الحكيم، لا أقول بالختام إلى لقاء حسيني مبارك ومن عطر هيئة خدام المهدي بدأنا بالصلاة ونلعن عمر أو أبو بكر أو عثمان عائشة، ختامها الصلاة على محمد وآل محمد.